السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية وقبل كل شيء يجب علينا ذكر الله عز وجل في جميع الأحوال، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعزائي المتابعين، اليوم قصتنا من الكويت، وهالقصة هاي قصة شهيرة بدأت تسعينات القرن الماضي، وقصة لا زالت إلى الآن تتصدر المركز الأول بالحكايات الشعبية بدولة الكويت وبالخليج. هي قصة الفنانة نورة الكويتية أو الطقاقة نورة الكويتية، والطقاقة يعني هي الفنانة اللي بتحيي الأفراح الشعبية بالكويت وبالخليج. خلينا نعرف مين هي الطقاقة نورة. الطقاقة نورة هي مطربة شعبية كويتية، وهي فنانة بتحيي الأفراح والأعراس، نالت شهرة كبيرة منتصف التسعينات بالكويت وبالعالم العربي، وصارت بتحيي العديد من حفلات الزفاف بكثير من دول الخليج العربي، وكانت بتمتلك فرقة خاصة بتتكون من 6 فتيات، وكانت مشهورة بأغاني التراث الشعبي. ومصطلح الطقاقة مثل ما قلت لكم هو مصطلح خليجي يطلق على الفنانة اللي بتحيي حفلات الأعراس والأفراح. وفجأة وبدون مقدمات بيوم وليلة قررت الطقاقة نورة هاي وفرقتها الاعتزال، وبالفعل اعتزلت هي وفرقتها واختفوا تماما من الأوساط الفنية بشكل غريب، وما عاد لهم أي أثر بأي فرح وبأي عرس. وإجا هالشي هذا عقب بعد ليلة بثت بقلوبهم هالرعب. وبالفيديو القادم راح نعرف معكم، نتعرف على تفاصيل هالليلة المخيفة والمرعبة اللي صارت مع الطقاقة نورة وفرقتها. قصة الطقاقة نورة هي وفرقتها قصة مريبة ومخيفة مع عالم الجن. وبدأت قصة الطقاقة مع عالم الجن من خلال مكالمة هاتفية من سيدة طلبت منها إحيائها حفل زفاف بنتها، بس رفضت بسبب أنه هاليوم كان يوم إجازة الفرقة. بس هالسيدة هاي أصرت عليها وألحت وقالت يا ريت يعني بترجاكي، لأنه بنتي مصرة على أنه أنت اللي تكوني بتحيي حفلتها، وإذا ما أجيتي أكيد أنها قلبها راح ينكسر وراح تكسري خاطرها، يا ريت تيجي. فقالت لها أنت موعد الحفل؟ فردت عليها وهي تقول الليلة الساعة 10 المساء. الطقاقة نورة طلبت منها العنوان مشان تروح لأحياء الحفل، ولكن قلبها ما كان مرتاح لهذيك الحفلة، وكان عندها إحساس إنه ما تروحش، ولكنها وعدتها السيدة هاي. والمساء ذهبت مع فرقتها واستقبلهم والد العروسة، ودخلوا المنزل اللي كان مكتظ بالناس والزينة والأضواء اللي بتدل على إنه في حفل زفاف ضخم بالفعل. دخلت الفرقة عشان تغير ملابسها، وإجت امرأة ضخمة البنية وشاحبة اللون، وبإيدها كانت علبة مثل الحجر. بعد خروجهم من الغرفة قالت لها شمس إحدى أعضاء الفرقة أني قلبي مقبوض وخايفة وعم بشعر بالرعب، ليش؟ ما بعرف. ردت عليها نورة يلا خلينا نبدأ الحفل وننتهي من هاليوم هالغريب هذا. وبعد خروجهم لقاعة الحفل اللي كانت من أكبر الحفلات اللي أحيتها من حيث عدد الناس والطعام، ما كان طعام حفل، كانت عبارة عن ولائم كثيرة جدا بتدل على الثراء الفاحش. والعريس كان ما بيرتدي ملابس العريس المعروفة، لكنه كان يرتدي زي غريب كأنه من العصر العثماني، والعروسة بترتدي فستان أسود وبيه
بعض النقاط البيضاء ومرصع بأحجار غالية، وكان وراهم مجسم ضخم على هيئة وجه إنسان بيصرخ، والعريس والعروسة ما بينظروا لبعضهم وكانوا جالسين مثل الأصنام. قالت الطقاقة نورة إنها بعد انتهاء الفقرة الأولى من الغناء راح أروح للغرفة للاستراحة. وبعد دخولها إحدى الغرف بالدور الثاني استلقت على السرير لشعورها بالإرهاق الشديد، بعدين يعني غفيت بالنوم شوي، يعني نامت شوي وشافت كابوس عبارة عن سيدة ترتدي فستان أسود وشكلها مخيف، وكانت بتركض وراها وبتصرخ. بعدين صحيت نورة من نومها وهي مرتعبة وخايفة، بدها تهرب من المنزل، بس فوجئت بطفل صغير بيطلع من احدى الغرف وكان بيركض نحوها، ولكنه توقف وصعد للدور الثالث وقادها الفضولها للصعود خلفها الطفل. ولما صعدت للدور الثالث سمعت ضحكات طفل بيهمس بجانبها، ولما اقتربت منه دخل الغرفة، بعدين امسكت مقبض الباب ولكنه كان مقفول بشكل محكم. بعدين قرعت الباب، طرقت الباب اكثر من مرة بس ما في يعني رد نهائيا. بعدين قررت النزول، فجأة شعرت انه في واحد عم يمسك رجلها، وهو بيقول بصوت يعني صوت خفيف يعني مخفض بيقول غني غني أنا بحب صوتك. بعدين نزلت نورة عشان تحيي الفقرة الثانية من العرض، وبعد انتهائها من احياء الفقرة الثانية بدأت تدور يعني تدور بين نورة وأعضاء الفرقة نظرات غريبة، خاصة بعد زيادة أعدادهم بشكل غير طبيعي، حتى ظن يعني ملوا المكان من حواليهم. فجأة ارتفع صوت أذان الفجر، فتجمدوا كلهم والتفتوا بنفس الوقت نحوهم وبدأوا ينظروا إليهم نظرات مخيفة، وكانت أفواههم مفتوحة وانقطعت الكهرباء، فخرجوا لبرا عشان يستنجدوا بالشرطة. الفرقة بس انقطعت الكهرباء مباشرة طلعوا هربوا لبرا مشان يستنجدوا ويتصلوا على الشرطة. وبعد خروجهم من هالمكان الغريب صادفوا رجل بيعرف الطقاقة الكويتية نورة وفرقتها أتم المعرفة، وسألهم هالرجل هذا شو اللي جابكم على هالبيت. فقلت له نورة إنها تلقت تلفون من سيدة وطلبت منها إحياء حفل زفافة بالمكان، وأخذوا موعد والتوقيت ومشان يجوا يحيوا هالحفل. ولما قلت على هالزلم على هالرجل هالكلام هذا، كانت الصاعقة للطقاقة وفرقتها لما أجاب الرجل عليها هو بقول انتوا جايين على هالبيت، هالبيت هذا مهجور من سنين وما في اي حدا، فشلون صار هذا؟ شلون صار هالعرس هون؟ ولما اخذهم للمكان تبع البيت لقوا انه المنزل خالي من اي شخص، وتأكدت الطقاقة نورة انه المنزل مهجور ومسكون بالجن، وبالفعل ما بعيش في أي إنسان من أعوام. هون أعزائي المتابعين قررت الطقاقة نورة وجميع فرقتها اعتزال عالم الغناء والفن للأبد بعد هالحادثة مباشرة، وقررت العيش بأحد الأحياء الراقية. وكان يشتهر منزل الطقاقة نورة باللون الأبيض الهادي والروائح الطيبة اللي بتوح منه، وكانت بتملأه بصوت الآيات القرآنية باستمرار، واختفت تماما على الأنظار والساحات الفنية بجميع أفراد فرقتها للأبد.
الفنانة نورة حاليا هي توفت رحمها الله، الله يرحمها ويتجاوز عنها. ولكن في أقوال كثيرة عن الطقاقة نورة واللي صار معها. فريق يؤيد وبقول هالكلام صحيح، وفريق ثاني بقول الفنانة نورة أبدا ما غنت بعرس جن، ولا سبب اعتزالها انه غنت بعرض جن، وهي مجرد اشاعة عنها، يعني مجرد اشاعة، وهي اعتزلت لانه كبرت بالعمر وصار لازم تلتفت لعبادتها وتسكن بيتها وتلتفت لعبادتها. اعزائي المتابعين، كلنا بنعرف، واللي ما بعرف خليه يعرف، انه الجن موجودين بين، هذا الكلام مفروغ منه نهائيا، يعني ما فيش اثنين بيختلفوا عليه. الجن موجودين بيننا، موجودين بالبيوت، موجودين بالاسواق، موجودين حتى ممكن يكونوا اسع معي بالوقت هذا واني بتكلم عن هالفيديو، بتكلم بكونوا موجودين معي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني بس في مبالغات أحيانا، كثير في مبالغات. يعني العرس اللي قالوا عنه أنه الطقاقة نورة أحيته، أعتقد أنه في مبالغات كثيرة، يعني ممكن يكون مجرد إشاعة، ممكن يكون مجرد إشاعة، يعني ممكن انه الجن يلفت نظرك، يعني ممكن الجن يتكلم معك وبشكل يعني على شكل، يتشكل على شكل انسان، ممكن تشوف الجن متشكل على شكل قط، على شكل كلب اجلكم الله، على شكل حمار، على اي شكل جماد. ممكن تسمع صوت يعني مجرد همس، ممكن يكون هالجن. أما أنه بهالطريقة هاي، يعني الله أعلم، أنا ما بأكد ولا بنفي، الله أعلم. شو هاللي صار مع الفنانة نورة ما بعرفه غير رب العالمين. لهون أعزائي المتابعين انتهى الفيديو تبعنا، وإن شاء الله يكون حاز على أعجابكم، وياريت تتكرموا علينا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وتسجيل أعجاب عشان يصلكم كل شيء جديد. السلام عليكم.